عملته احسن مما كنا نتوقع بصراحه في وقت صغير جدا. انا شايف متابع طبعا الصور من اول يوم كنت هنا المره اللي فاتت واللي حصل اول يوم تغيير، وانتوا عهدتوا نفسكم ان انتوا تعملوا حاجه كويسه ليكم، ان احنا بنيجي نقول الله ينور الرجاله حاجه محترمه، ده يدل على انها بيوضح بما فيه. تخش حته بتاعتك تعرف الناس الرجاله اللي هنا هم مين كده. احنا مش طالب ان احنا نشتغل اكتر، نجتهد اكتر، نعمل من اجل ربنا، ما عادش حد خالص ربنا هو اللي مطلع علينا وشايف. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، اتمنى ان دايما كل ما اجي الاقي المنظر احسن. Thank you.